من يوم ما هاجرت وسبت مصر وجيت ألمانيا ما حسيتش بقدر من الفخر والرضا عن النفس زي اللي حاسس بيه دلوقتي. شغلي كمترجم من عربي لألماني في مخيمات اللاجئين السوريين خلاني أكتشف وجه آخر من الحياة، عيون منهكة وأجساد متهالكة أرهقها السفر والترحال والبرد والنوم في العراء بعد ما هربت من قصف المدافع وصوت القنابل. لكن في كمان عيون مشرقة، صحيح بتعكس السنين من المعاناة وبتحكي قصة كفاح مؤلمة، لكنها في الوقت نفسه فيها لمعة مضيئة أملاً في مستقبل مشرق. والنوع التاني مش كتير، لأن صعب البشر يشوفوا موت ودمار ودماء وهلاك ويكون لسه الأمل في قلوبهم أكبر من اليأس. لكن مع يسرى مارديني الموضوع كان مختلف. المراهقة السورية كانت قاعدة على الأرض ساندة راسها على كتف أختها الكبيرة سارة وشها بيحكي قصة معاناة، لكنه في نفس اللحظة منور ومتطلع لحياة كريمة وإنسانية. يسرى اتولدت وعاشت سنين طفولتها في دمشق، أبوها كان مدرب سباحة ودفعها هي واختها سارة للمياه من سن صغيرة. من وهي عندها 4 سنين كانت في معركة دائمة مع برودة المياه، لحد ما بقت السباحة جزء أساسي من حياتها وبدأت تشارك في بطولات عربية وبقى ليها اسم في فئتها العمرية. لكن الحياة الطبيعية تحولت إلى جحيم في 2011 لما قامت الحرب الأهلية، وضحية داريا الدمشقية اللي عاشت فيها يسرى مع أسرتها اتدمرت بالكامل في معركة داريا الكبرى بنهاية 2012. منزل عائلة مارديني اتدمر واضطروا يتنقلوا بين 5 بيوت خلال 3 سنين هرباً من الموت، لحد ما كان القرار المصيري في 2015. سارة ويسرى قرروا يخوضوا مغامرة مجنونة، خرجوا من سوريا وحطوا ألمانيا وجهة ليهم. شنطة صغيرة فيها محمول، أدوية، فلوس وقطع هدوم بسيطة، ده كل اللي شالته يسرى على كتفها وهي سايبة وطنها ورا ظهرها. الأول طاروا لحد لبنان، ومن لبنان راحوا تركيا، وهناك كان وقت الاختبار العصيب. من شواطئ تركيا اعتاد اللاجئين السوريين عبور بحر إيجا على مراكب صغيرة للوصول إلى جزيرة ليسبوس اليونانية، ويقدروا من خلالها يدخلوا قارة أوروبا. زورق صغير يستوعب 6 أشخاص على حد أقصى، هتكون موجودة عليه يسرى وسارة وأكتر من 20 شخص تانيين. وقبل الإبحار خدت سارة أختها الصغيرة يسرى على جنب وقالت لها لو حصل حاجة نطي في المية وعومي، عومي انتي وما تسأليش في حد. والمسافة اللي كانت المفروض تتقطع في 45 دقيقة هتقطعها يسرى في أكتر من 3 ساعات ونص، لأن بعد ربع ساعة بس من الإبحار اتعطل القارب وبدأت المية تخش له. الفزع اتملك من الركاب، بدأوا يرموا أمتعتهم عشان يخففوا الحمل، والقارب بقى بيتقدم 5 متر ويرجع 10 في ظلام دامس ومصير مجهول. في اللحظة دي سارة ويسرى كان عندهم حل سهل، ينطوا في المية ويعوموا لحد الشاطئ ويسيبوا باقي الركاب لقدرهم المرعب. لكن في تصرف شجاع نطت سارة للمية وبدأت تحاول إعادة الاتزان للقارب، ونطت وراها يسرى. سارة صرخت في أختها الصغيرة طلبت منها ترجع للقارب، كانت خايفة عليها، لكن يسرى صممت تشارك أختها في العمل البطولي. وبعد ساعات في المياه المالحة ومحاولات متكررة لإصلاح المحرك وصل القارب أخيراً إلى جزيرة ليسبوس بفضل شجاعة سارة ويسرى وشابين آخرين قدروا يحافظوا على توازن واتجاه المركب. والحياة ما كانتش وردية على اليابسة، واكتشفت إن في حاجات في الحياة أصعب من أمواج البحر العاتية زي العنصرية. العنصرية اللي خلتهم مش قادرين يشتروا إزازة مية، أو اللي خلت البوليس المجري يحبسهم ويضربهم في محطة القطر. لكن ولأن كل قصصنا فيها وجهين، فالوجه الآخر لقصة يسرى مارديني هي الإنسانية والتسامح اللي خلوا بنت صغيرة تديها جزمة تلبسها وإزازة مية في أبروس، أو اللي خلوا سواق تاكسي مجري يظهر فجأة ويركبهم ويساعدهم عشان يهربوا من الشرطة. والمسافة بين دمشق وبرلين أكتر من 3700 كيلو، قطعتها يسرى وسارة في 25 يوم عبر الجو والبحر والبر، يعني حوالي 600 ساعة.
وفي برلين قابلت يسرى، اتكلمت معاها وعرفت حكايتها. حاولت أساعدها أنا ومراتي وقدمنا لها عشان تخش اختبارات سباحة في النادي. وبعد شهور طويلة من الشقاء استقرت يسرى في برلين أخيراً واجتمعت بأسرتها ورجعت تمارس السباحة وتعيش حياة طبيعية لحد ما القدر كان مخبي ليها المكافأة. في نهاية 2015 خرج توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وأعلن عن تكوين فريق من اللاجئين للمنافسة في أولمبياد ريو دي جانيرو. يسرى كانت واحدة من 10 رياضيين في أول فريق للاجئين على الإطلاق، ورغم معارضتها للفكرة في البداية لكن أهلها ومدربها أقنعوها إن العالم حيبصلها لكونها رياضية فقط وحيحترمها. وفعلاً في 5 أغسطس 2016 دخلت يسرى ملعب ماراكانا في افتتاح الأولمبياد والابتسامة مرسومة على وشها، وأكيد كانت بتتساءل في سرها إزاي من سنة واحدة بس كانت بتواجه الموت في بحر إيكا ودلوقتي بقت محط أنظار العالم كله. وصحيح أن يسرى ما حققتش أفضل أرقامها رياضياً في أولمبياد ريو، لكنها حققت حلم المشاركة في الأولمبياد وكانت مصدر إلهام لآلاف اللاجئين حول العالم. مغامرة يسرى المجنونة استمرت لما لقت نفسها واقفة بعد أسابيع قليلة بتلقي خطبة في مقر الأمم المتحدة على مجموعة من قادة العالم على رأسهم باراك أوباما. وفي أبريل 2017 بقت يسرى مارديني أصغر سفيرة نوايا حسنة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهي عندها 19 سنة بس. ولأن الذكريات السيئة يمكن محوها بذكريات جميلة، فيسرى رجعت المجر تاني بعد أقل من عامين على احتجازها في محطة القطر، المرة دي عشان تخوض منافسات بطولة العالم للسباحة في 2017. ويسرى ما اكتفتش بأنها تعيش حياة طبيعية بعد هروبها من الجحيم، لكنها أصرت تكون دايماً صوت للاجئين ووجهتهم اللي كتير منهم بيتطلعوا ليها. ويمكن أسباب وصول يسرى مارديني للمكانة دي كتير، عملها البطولي في بحر إيجا، ممارستها للسباحة تاني في ألمانيا، مشاركتها في الأولمبياد، تعيينها سفيرة في الأمم المتحدة. لكن لو هنختار سبب واحد محدد فهو بالتأكيد نظرة الأمل البريئة اللي كانت على وشها في برلين يوم ما شفتها أول مرة. في طوكيو هترجع يسرى لقيادة فريق اللاجئين، لكن دايماً العالم حيبصلها بصفتها بطلة حققت أكتر بكتير من أي ميدالية رياضية.